أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فصائل عراقية ترفض تصريحات وزير الخارجية العراقي في واشنطن وتتمسك بخروج كامل للقوات الأمريكية من البلاد. الفلسطينيون يشيعون شهيدهم التميم في الضفة ويدعون إلى مسيرات حاشدة في الأغوار اليوم رفضا لإقامة بؤر استيطانية جديدة. قائد حرس الثورة يكشف عن مشاريع لتزويد خوزستان بالمياه، والحكومة تؤكد بذلها قصارى جهدها لحل الأزمة. بهدف التصدي لهجمات طالبان، الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليلا في 31 ولاية وتنشر المئات من جنودها على الحدود مع باكستان. وزير الطاقة اللبناني يوقع مع الحكومة العراقية العقد النهائي لاستيراد مليون طن من النفط. احنا قضية فلسطينية قضية مقدسة. برغم إيقافه من الاتحاد الدولي للجيدو بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي، اللاعب الجزائري فتح نورين يؤكد قراري لا رجعة عنه. بالتزامن مع استمرار الاستعدادات في الولايات المتحدة للجولة الرابعة لما يعرف بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والمقررة بعد غد الاثنين، توالت مواقف الفصائل الرافضة لتصريحات وزير الخارجية العراقي من واشنطن، فرأت أن هذه التصريحات تمس بسيادة العراقيين، مؤكدة تمسكها بخروج كامل للقوات الأمريكية من البلاد. الفصائل أكدت كذلك أن المقاومة ستواصل تصعيد عمليات حتى خروج آخر جندي، وصفة المحادثات الجارية في واشنطن بأنها مسرحية مفاوضات الخديعة التي لن تنطلي على العراقيين. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال إن العراق يحتاج إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للاستمرار في محاربة داعش. تتوالى مواقف الفصائل العراقية الرافضة للمفاوضات الجارية في واشنطن، حيث وصفها المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري بأنها خديعة لن تنطلي على العراقيين. وفي منشور على تليجرام اتهم العسكري رئيس الحكومة مصطفى القادم ووزير خارجيته بأنهما غير مؤهلين لحمل قضايا مهمة تمس السيادة العراقية، مؤكدا أن المقاومة ستواصل تصعيد عملياتها في حال عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق. كذلك دان المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري تصريحات وزير الخارجية العراقي واعتبرها إهانة لتضحيات ودماء الشهداء إبان معارك التحرير الكبرى ضد داعش. بدوره الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اعتبر أن الوجود الأمريكي في العراق مرتبط بمصلحة الكيان الإسرائيلي والتجسس على المقاومة ولا علاقة له بمصلحة العراق. وفي المواقف كذلك شددت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية على عدم السماح بوجود أي جندي أجنبي على الأراضي العراقية، وقالت إن المدربين الأمريكيين وقوات التحالف الدولي أثبتوا فشلا ذريعا في العراق. وجاءت هذه المواقف ردا على تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين عقب لقائه نظيره الأمريكي، قال فيها إن القوات العراقية ما تزال بحاجة للبرامج التي تقدمها الولايات المتحدة في التدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات. وعلى الجانب الأمريكي أعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكين عن فخر بلاده بالشراكة مع العراق والعلاقات الوطيدة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا الاستمرار في هذه الشراكة في الحرب ضد داعش للتأكد من بقاء هذا التنظيم مهزوما. ومعنا من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية دكتور خالد عبد الله. أهلا بك دكتور خالد. بداية يعني كلام وزير الخارجية العراقي من واشنطن يتفاعل عراقيا وهذا بالتأكيد متوقع، بداية هذا الكلام في أي إطار يمكن أن يوضع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميع مشاهدي قناة الميادين وشاكر لهذه الاستضافة. يعني أول شيء وزير الخارجية العراقي عندما يتكلم وفق هذا المعطى فهو يتكلم وفق أيضا ما تم استخدامه من وفد معه لجان فنية عسكرية، وأعتقد بأن نائب قائد العمليات المشتركة ذهب معه، وبالتأكيد هنالك رأي للقيادات العمليات المشتركة مع وزارة الدفاع العراقية فيما يتعلق بالمعطيات التي تبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاتفاقية الأمنية تارة من صفحة واتفاقية الإطار الاستراتيجي من ناحية أخرى. هذه المسألة نتوقع عندما يتحدث عنها وزير الخارجية فهو يخرج من المعطيات التي تترشح له من قبل اللجان الفنية التي شكلت في الحوار الاستراتيجي للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، واليوم نتحدث عن المرحلة الرابعة. هذا ناحية، ناحية أخرى قد يرتبط هذا الأمر أيضا بالاجتماع الأخير للتحالف الدولي الذي عقد في روما، وكان هنالك حديث بأن داعش أيضا يعيد تنظيم صفوفه وقد يعود مرة ثانية إلى سوريا والعراق، وبالتأكيد يجب أن يكون هنالك دعم حقيقي لمن قاتل هذا التنظيم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنا أتوقع أيضا السيد وزير الخارجية هو يمثل اليوم الحكومة العراقية ولا يستطيع أن يدلي بأي موضوع إذا لم يكن هنالك اتفاق مبدئي سواء كان في إطار الجانب السياسي أو الجانب العسكري والأمني بهذا الخصوص، فقط لكي يتحدث عن ما تحدث عنه فيما يتعلق بالتدريب والتجهيز أو فيما يتعلق بالاستفادة من البرامج التي تقدم لقواتنا العسكرية على مستوى من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كيف يمكن فهم الدكتور خالد الأوروبي حلف شمال أطلسي الناتو؟ دكتور خالد، إذا كان هذا الكلام وهذا الحديث منسقا ومتفق عليه، إذن كيف يمكن فهم كل هذه ردود الفعل العراقية من قوى وازنة على الأرض؟ يعني بالتأكيد الردود العراقية داخليا غير متفق عليها، وأعتقد بأن تصويت البرلمان العراقي قرار ينزل من الحكومة عندما كان السيد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كان حاضرا في جلسة وتم اتخاذ قرار نيابي له صفة الإلزام لحكومة عادل عبد المهدي أو الحكومة التي تليه، ويتحدث عن وجوب خروج القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية. لكن هنا نتحدث عن الإجماع الوطني، هل الإجماع الوطني قد تحقق في هذه الجلسة؟ بالتأكيد لا. القوى الكردية لم تكن موجودة والقوى السنية لم تكن موجودة، فضلا في أن داخل القوى الشيعية هنالك أيضا عدم الوصول إلى معطى الحديث عن الانسحاب القوات الأجنبية، يعني ليست لديها خطاب واضح في التعاطي والتعامل مع هذا الجانب. لذلك عندما تخرج بيانات اللجنة التنسيقية للمقاومة هذا شيء طبيعي، والتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تخرج، قوات أجنبية يجب أن تخرج. مسألة الحديث بأن القوات العراقية غير مكتملة أنا أتوقع هذا فيه جنب أيضا من الخطأ. لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن قواتنا لا تمتلك القدرة القتالية، لكن هنا نتحدث عن جانب التبادل المعلومات الاستخباراتية، نتحدث عن التدريب، المشورة، المعلومات، التمكين وتطوير قدراتنا العسكرية. كل هذه الأمور نتوقع هذا يبحث في إطار اللجان العسكرية الفنية المختصة، لأن هؤلاء هم الذين يعرفون هل أن العراق بحاجة إلى وجود قوات أجنبية من عدمه. وبالتأكيد صار الرأي عدم وجود قوات قتالية في العراق في الواقع، يعني موقع بوليتيكو بالأمس أن تعلم تنظيم داعش بهذا الخصوص. في الواقع موقع بوليتيكو بالأمس دكتور خالد يعني تحدثت عن أن ربما مهام القوات الأمريكية قد تتحول إلى مهام استشارية في العراق، ولكن أيضا اسمح لي أن أسألك، هناك جولة رابعة وأخيرة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ما المتوقع أن يأتي بنتيجة هذه الجولة بعد توالي الأحداث والتصريحات والمعطيات على الأرض؟ يعني بالتأكيد أن نتوقع مع عدم وجود قوات أجنبية لا أمريكية ولا أمريكية في العراق، وأعتقد بأن هذا الرأي متفق عليه على صعيد القوات القتالية، قد تكون هنالك قوات للمشورة أو للتدريب، وإنما نتحدث عن مدربين وليس معنى القوات، وهذا أنا أتوقع رأي أيضا قد يكون يفهم منه بأنه مخرج إخراجا عسكريا، طالما أن اليوم الحديث عن أسلحة جديدة، تطوير إمكانياتنا القتالية، مسألة اليوم القوة الجوية العراقية، طيران الجيش العراقي، الأجهزة الأخرى، الجانب الأمن السيبراني، كل هذه المسائل تحتاج إلى أن يكون هناك تطوير لهذه القوة.
القدرات، واعتقد بان العراق قد يكون يتجه باتجاه دول الاتحاد الاوروبي خصوصا حلف شمال الاطلسي الناتو، لان لدينا اتفاقيه استراتيجيه، شراكه استراتيجيه مهمه جدا. نعم. وقد يكون هذا الامر بديلا بشكل او باخر عن القوات الامريكيه بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لك دكتور خالد عبد الاله العميد في كليه العلوم السياسيه في الجامعه المستنصريه، شكرا لك. نبقى في العراق، حيث وقع وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر مع الحكومة العراقية في بغداد العقد النهائي لاستيراد مليون طن من النفط الخام للحد من أزمة الكهرباء في لبنان. وكان غجر والمدير العام للأمن العام اللبناني لواء عباس إبراهيم توجها أمس إلى بغداد على رأس وفد من مسؤولي الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لتوقيع الاتفاق. معنا من بيروت من مطار رفيق الحريري الدولي مراسل الميادين عباس الصباغ. مرحبا بك عباس. إذا قبل لحظات على وصول الوفد اللبناني عائدا من بغداد، أي أهمية تكتسي هذه الاتفاقية بالنسبة لبيروت في ظل الأزمة المستشرية للكهرباء، وخصوصا أن لبنان غير مؤهل لإنتاج المحروقات الخاصة بهذا النوع من الفيول؟ بعد قرابة النصف ساعة يصل وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بعد أن وقعا عقدا من قسمين مع السلطات العراقية لاستيراد مليون طن من الزيوت والنفط لتشغيل منشآت النفط في لبنان. طبعا هذا الاتفاق هو غير مسبوق بين لبنان والعراق، وهو أول خطوة عملية لكسر الحصار الذي يعاني منه لبنان منذ أشهر بحكم منع المساعدات الدولية عنه، إن كان بقرار غربي أو بقرار بعض الأنظمة العربية. وبالتالي هذا الاتفاق هو غير مسبوق، وسيسمح للبنان بالإفادة من هذه الكمية الكبيرة من النفط والفيول. طبعا هناك كمية بحاجة لإعادة تكرير، وهناك كمية سيصار إلى تبديلها من أجل الحصول على ما يلزم لمعامل كهرباء لبنان التي تعاني من نقص شديد في الإمدادات النفطية. وبالتالي هذا الاتفاق هو خطوة غير مسبوقة، وهو اتفاق لافت في هذا التوقيت في الذات. وأيضا الجانب العراقي الذي أصر على توقيع العقد قبل سفر رئيس وزرائه القادمي مصطفى القادمي إلى واشنطن. طبعا هناك مشروع آخر يتعلق بالغاز من مصر إلى الأردن عبر سوريا ثم لبنان، ولكن أيضا هناك عقبات تحول دون ذلك بما يسمى بقانون قيصر ومحاولة الأردن لإقناع الإدارة الأمريكية بالسماح للبنان باستيراد الغاز من مصر. طبعا نحن في انتظار وصول الوزير غجر الذي سيتحدث عن هذا الاتفاق وعن أهميته وعن التجاوب العراقي مع لبنان في هذه الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ أشهر طويلة. نعم محمد. عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شكرا لك. إلى فلسطين المحتلة، حيث شيع الفلسطينيون اليوم جثمان الشهيد الفتى محمد التميمي في الضفة الغربية. وانطلق موكب التشييع من المجمع الطبي في رام الله باتجاه قريته دير نظام شمالا، وكان التميمي استشهد من جراء إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. هذا ونعت حركة حماس الشهيد التميم مشيرة إلى أن ارتقاءه يؤكد تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة بكل أشكالها لطرد الاحتلال وكنس مستوطنيه. وكانت والدة الشهيد محمد التميمي ودعت ابنها على وقع الهتافات. ونعم الوكيل. في الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن تسجيل 320 إصابة خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال في بلدتي بيتا وأوسرين في قضاء نابلس، فيما جرى تحطيم سيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما بصورة مباشرة على جبل صبيح. من الصحفيين الكبار نحبهم 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 الإعلام ومعنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين أهلا بك، لو تضعين في صورة تشييع الفتى محمد التميم بداية، والذي يأتي يعني على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في أكثر من مكان في الضفة الغربية وباقي فلسطين المحتلة. نعم، شفنا الشهيد محمد التميمي تم نقله من مشفى رام الله الحكومي من وسط مدينة رام الله. جنازته صارت في موكب حاشد وسط المدينة قبل أن يصل إلى قرية دير نظام إلى الشمال من مدينة رام الله، حيث شيع إلى مثواه الأخير وسط هتافات المئات من الذين شاركوا في تشييع جثمانه. ما جرى هو أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بدون أي مبرر باتجاه الشبان عندما قامت باقتحام قرية النبي صالح الجارة لقرية دير نظام بهدف ربما عملية اعتقال. اقتحمتها بدون أي مبرر، كانت قوة راجلة وبدأت بإطلاق الرصاص باتجاه البيوت والأهالي في قرية النبي صالح. طبعا محمد كان واحد من الشبان الذين حاولوا التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للقرية، حاولوا التصدي لها بالحجارة وقوات الاحتلال ردت بالرصاص الحي وأصيب في بطنه مساء الأمس وتم نقله إلى المشفى. وبعد يعني أقل من ساعة أعلن عن استشهاده بسبب خطورة الإصابة. كل المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية دانت عملية قتل الطفل محمد ذو 17 عاما لأنه لم يكن هناك فعليا مبرر لاستخدام. ألو نعم هلا منال نسرين، الصوت يأتينا متقطعا بكل الأحوال. شكرا جزيلا لك، يعني لا نسمعك أبدا نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله، شكرا لك. في أريحة شيع الفلسطينيون في مخيم عقبة جبر الشهيدة ابتسام كعابنة في مقبرة المخيم بعد إلقاء نظرة الوداع والصلاة عليها. ذوو الشهيدة تسلموا جثمانها بعد إفراج سلطات الاحتلال عنها على المدخل الجنوبي لمدينة أريحة ونقل إلى المستشفى الحكومي. واستشهدت الأسيرة كعابنة في 12 من الشهر الماضي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليها وتركوها تنزف حتى الموت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفي باب العمود في المسجد الأقصى تصدى شبان فلسطينيون لاعتداءات قوات الاحتلال التي عمدت إلى منعهم من الجلوس على الأدراج، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان. إلى ذلك، تنظم اليوم في محافظة توباس مسيرات ردا على شروع مجموعة من المستوطنين في إقامة بؤرة استيطانية قرب حاجز تيسير في الأغوار. الدعوات محمد جاءت عقب شروع عدد من المستوطنين في إقامة بؤرة استيطانية في الأغوار. وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار معتز بشارات أن 5 عائلات من المستوطنين أقامت داخل معسكر لقوات الاحتلال كان قد أخلي سابقا.
على خط موازن، يواصل 14 أسيرا في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام. الأسرى المعتقلون في سجون النقب ريمون وعوفر وغيرها وغالبيتهم من القدامى الذين قضوا سنوات في سجون الاحتلال يرفضون تصعيد الاحتلال سياسة الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. برغم قرار الاتحاد الدولي لرياضة الجيدو إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين ومدربه بعد رفض مواجهة محتملة مع لاعب إسرائيلي قبل انطلاق البطولة في أولمبياد طوكيو، تمسك اللاعب الجزائري بموقفه وقال في تصريح لقناة جزائرية أن القضية الفلسطينية مقدسة وأكبر من هذه الأمور كلها، وأضاف أن قراره لا رجعة عنه. احنا قضية فلسطينية قضية مقدسة وان شاء الله ان شاء الله يعني واحد ان شاء الله ما يطيحش في هذا الكا، يا ربي ان شاء الله ينصرنا وما نطيحوش في هذا المستوى، يعني ما يطيحش ما يروحش الواحد تعبه هكذاك، ولما لا ربي يوفق ان شاء الله كل واحد. أكد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين السلامي أن زيارته خوزستان ترمي إلى متابعة الأزمة المائية الحالية على نحو جدي في إطار توصيات المرشد. وأضاف أن خوزستان ليست مهمة فقط بل هي مقدسة أيضا، وكشف أن مقر خاتم الأنبياء للإعمار يعمل على تنفيذ مشروع غدير الذي سيغذي المنطقة بالماء، مشددا على أنه خلال الأزمة الحالية عملت قوات الحرس على نقل المياه عبر صهاريج وزعت بين القرى. نحن أوفياء للشعب في خوزستان وملتزمون حل مشاكله والوقوف إلى جانبه في مواجهة الصعوبات. لن نترك الشعب في خوزستان وحيدا، كما وقفنا معهم خلال فيضانات عام 2019 سنقف اليوم معهم أيضا. هذه الأرض ارتوت بدماء الشهداء. خوزستان ليست مهمة بالنسبة إلينا فقط بل هي مقدسة أيضا. اليوم جئت إلى خوزستان لمتابعة الأزمة المائية الحالية على نحو جدي في إطار توصيات المرشد، وسنواصل متابعتنا لحل الأزمة المائية على نحو فوري وعبر مشاريع أخرى بعيدة المدى. النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جاهانجيري قال إن مطالب الناس من المسؤولين صحيحة ومحقة ويجب أن تحظى بالاهتمام. وأكد جاهانجيري حق الشعب في الانتقاد، ودعا خلال لقاء زعماء القبائل في خوزستان إلى عدم السماح للأعداء بإساءة استخدام القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وكان جاهانجيري وعقب وصوله أمس إلى خوزستان قد توجه إلى سد كرخة، ودعا إلى زيادة الإطلاقات المائية والتخطيط على أساس تأمين المياه للمزارعين خلال فصل الخريف المقبل. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه جرى حل بعض المشاكل في محافظة خوزستان، وأشار إلى وجوب متابعة حل الأزمة وفق توصيات المرشد السيد علي خامنئي. المشكلة التي تواجه سكان خوزستان حاليا سببها شح المياه وانخفاض منسوب المياه في السدود مع ارتفاع درجات الحرارة. حتى الآن تم تقليص جزء من الأزمة، وما زلنا نتابع بجدية كل التفاصيل بحسب توصيات المرشد. نأمل أن تخفف زيارة المسؤولين إلى خوزستان من معاناة أهل المحافظة. بالنسبة لنا، خوزستان وأهلها لهم أهمية خاصة جدا. أرضهم خصبة ومليئة بالخير وهي حدودية، وأهلها مدافعون عن إيران. معنا من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية عبد الجليل الزبيدي. مرحبا بك سيد عبد الجليل. إذن كيف تقرأ هذه الاستجابة السريعة الرسمية من الشخصيات الإيرانية الصف الأول من الحرس الثوري إلى الرئيس بناء على توصيات المرشد لحل الأزمة في خوزستان؟ نعم. وتاليا كيف يقرأ أهل خوزستان هذه الاستجابة السريعة؟ نعم محمد، بالنسبة لي يعني قراءتي لخريطة التحرك منذ أكثر من أسبوع نحو إنقاذ أو للمساعدة ولمعالجة الأزمة في خوزستان هي بالحقيقة أستطيع أن أضعها في ثلاثة عناوين رئيسية. أولا، كل مسؤول فني أو سياسي معني بهذه الأزمة وبجوانبها توجه إلى خوزستان. أيضا أن كل هؤلاء يعملون وفق توجيهات مشددة من المرشد الذي يوم أمس اعتبر أن مهمة المساعدة في
خوزستان وحل المشاكل هي ملحة وملزمة. وكما قال اليوم نائب الرئيس إسحاق جهانجيري، قال أن توجيهات المرشد هي في الحقيقة أوامر ملزمة قانونيا. أيضا البعد الثالث في هذا التحرك هو أنه أيضا كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها المؤسسات المستقلة المرتبطة بمكتب المرشد، هذه أيضا وإضافة أيضا المؤسسات العسكرية بما فيها الحرس والوحدات الفنية والهندسية في الجيش الإيراني، كل هذه أيضا توجهت منذ أكثر من أسبوع إلى تلك المنطقة. ما الذي فعلوه أو ما هي مسارات التحرك؟ حقيقة أيضا أستطيع أن أوجز مسارات التحرك وما أنجز حتى الآن هو كالتالي. النقطة الأساسية المهمة الأساسية هي إيصال المياه بقدر الممكن إلى المناطق ذات الأولوية والملحة. وبالفعل اليوم أعلن مسؤول لجنة الطاقة في البرلمان بأن الإطلاقات من سد الكرخة زادت عن 130 متر مكعب بالثانية. الشيء الآخر الذي تحقق هو مهم جدا أيضا هو إعادة تقييم المشاريع الإروائية التي جرت في هذه المنطقة ليس في عهد الجمهورية فقط، إنما أيضا في العهد الملكي السابق. إعادة النظر في اتجاهين، الاتجاه الأول هو تعديل وتقويم هذه المشاريع بما يخدم سكان خوزستان أو المشروعات الإروائية بخوزستان. المسألة الثانية هي إيجاد مشاريع جديدة. أيضا النقطة الثالثة أيضا جرى الاهتمام بها واليوم كانت تصريحات في هذا الاتجاه خاصة من البرلمان، هو إقرار قانون أو إجراءات فورية عاجلة لتعويض الخسائر. هذا مهم جدا بالنسبة لأكثر من يعني أكثر من 400 قرية بشكل مباشر تضررت من هذه الأزمة. فقط أن أشير إلى مسألة مهمة، أن منطقة خوزستان محافظة خوزستان فيها 5 أنهار رئيسية، يعني الكرخة، كارون، مارون، الجراحي والدز. هذه الأنهار الرئيسية جرت عليها تغيير في الاتجاهات وأيضا نصبت عليها العديد من السدود، وكان القصد من ذلك هو إنشاء شبكة إرواء حديثة، لكن يبدو أن هناك تلكؤا حصل وربما هناك خطأ في التصميم وربما هناك أخطاء حصلت في توجيه هذه المشاريع. الآن هذه السدود وكذلك مسألة إعادة الحياة وتفعيل هذه الأنهر والفروع التابعة لها مسألة أساسية. الآن يعني ربما أستطيع أن أقول ربما ضارة نافعة. الآن يجري الاتجاه بخط استراتيجي يهدف إلى إحياء هذه الأنهار الخمسة، أيضا إعادة النظر بالمشاريع السابقة. النقطة الثالثة إيجاد مشاريع جديدة، بدليل أن اليوم تحدث اللواء سلامي عن مشروع أنبوب ل 500 كيلومتر لإيصال المياه إلى جزء من منطقة خوزستان. أيضا أعلن اليوم إسحاق جهانجيري نائب الرئيس عن افتتاح مشروع 550,000 هكتار، يعني من ضمن الأراضي المستصلحة والتي مشمولة بمشروعات الري الحديثة. يعني إذن الأزمة الآن خرجت من نطاق المحنة، الآن انتقلت إلى مرحلة إعادة التقييم والإصلاح، وأيضا النقطة الثالثة هي التطوير بمسار ورؤية استراتيجية. زيد عبد الجليل الزبيدي الخبير في الشؤون الإيرانية كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. التونسي الجندوبي ينتزع أول ميدالية عربية في طوكيو، والفروغي يحقق أول ذهبية لإيران.
أهلا بكم من جديد إلى الظهيرة. إلى اليمن، حيث واصلت طائرات التحالف السعودي شن غاراتها على مديرية ناطع شرقية محافظة البيضاء، تزامنا مع مواجهات دامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي وتنظيم القاعدة من جهة أخرى في المديرية نفسها. كما تدور المواجهات بين الجانبين عند الحدود الإدارية الرابطة بين مديرية الزائر جنوب محافظة البيضاء ومديرية الأحد اليافع شمال محافظة لحج. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع عاجل أن الدولة التونسية دولة واحدة ولا مجال للمنافسة فيها، مشددا على ضرورة احترام قانون الدولة للحفاظ على صحة المواطن. أريد أن أقول على رؤوس الملأ، لسنا في مجال المبارزة أو في مجال المنافسة، نحن دولة واحدة، دولة واحدة، دولة واحدة، ولا مجال لدول داخل الدولة الواحدة. القرار أو القانون هو قانون الدولة وليس قانون وزير الصحة العمومية أو قانون وزارة الداخلية، دولة واحدة. وأضاف سعيد أن الوضع الصحي في تونس تدهور نتيجة دخول اللوبيات وإفسادها الإجراءات الصحية. كثرت الأخطاء في المدة الأخيرة، وكثرة للأسف التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات. وأعي جيدا ما أقول، لإفساد جملة من الإجراءات. الوضع الصحي في تونس وضع كارثي. إلى الصومال، حيث شنت الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع غارة استهدفت حركة الشباب. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الغارة ترمي إلى دعم القوات الصومالية الشريكة، وأنه نفذت بموجب تفويض حالي من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية. إلى أفغانستان، حيث قررت وزارة الداخلية فرض حظر تجول ليلا في 31 ولاية باستثناء العاصمة كابول وولاية نينغرهار شرقي البلاد ومحافظة بنشير شمال شرقي أفغانستان. وأوضحت الوزارة أن هذا الحظر يأتي بهدف التصدي لهجمات طالبان، وكانت القوات الحكومية قد نشرت المزيد من وحداتها عند معبر تورخام على الحدود مع باكستان. وأعلنت القوات الأفغانية عن نشر نحو 2000 جندي بدباباتهم المدرعة وأسلحتهم الثقيلة، وذلك في ظل التقدم المستمر لحركة طالبان في الكثير من المناطق. هذا وكانت حركة طالبان قد أعلنت مقتل وإصابة عدد من مقاتليها خلال غارات قالت إن القوات الأمريكية نفذتها في أفغانستان. وفي بيان قالت الحركة إن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية ضدها وأنها خرقت الاتفاق المبرم بينهما، مضيفة أنه يجب على الأمريكيين تحمل تبعات ذلك. نبقى في أفغانستان، حيث مثلت قاعدة باغرام العسكرية الواقعة شمال شرق العاصمة كابول رمز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال السنوات العشرين الماضية من الحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. تقرير موفدنا إلى أفغانستان محمود واثق. قاعدة باغرام العسكرية، منها بدأت حكاية الحرب الأمريكية هنا، وفيها تنتهي آخر فصول لأطول حرب أمريكية خارج حدودها. ومن دون مراسم التسليم لحلفائها الأفغان، غادرت القوات الأمريكية القاعدة تاركة خلفها فصلا جديدا من القتال قد يصعب احتواؤه. تسلمنا معدات عسكرية ومدنية من القوات الأمريكية بعد انسحابها من القاعدة. هذه المعدات سوف تستخدم من قبل الجيش في التصدي للتهديدات الأمنية. القاعدة مجهزة بالرادار وبتقنية عالية، وستكون رأس حربة في القتال ضد الإرهابيين. شكلت قاعدة باغرام على مدى 20 سنة رمزا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، منها انطلقت الحرب على تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وبطاقة استيعابية ل40,000 جندي، وفيها وضعت خطط أعقد وأصعب العمليات العسكرية، كما همت القضاء على زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، كما ارتبط اسم القاعدة بعمليات تحقيق وتعذيب بين جنبات معتقل باجرام سيء السمعة والصيت. بعد خروج خارجي الأمريكيون وحدهم كانوا يدخلون ويخرجون من القاعدة، وكان دخول الأفغان إليها من الأمور المستحيلة. أحيانا كنا نسمع أصوات تفجيرات وحركة نشطة للطيران والمقاتلات، لم نكن نعلم ما الذي يجري فيها. تستعد قاعدة باجرام العسكرية لتكون منطلقا لعمليات الجيش الأفغاني في التصدي لخطر طالبان، فالقوات الأفغانية تمكنت من تشغيل جميع مرافق العمل العسكري في القاعدة لتتحول إلى مركز قيادة رئيسي في إدارة العمليات القتالية. بعد الانسحاب من قاعدة باجرام العسكرية يتبقى وجود عسكري أمريكي محدود في العاصمة كابول لحماية السفارة الأمريكية، حضور قد يكون نتيجة توافق سياسي بين واشنطن وطالبان يقول مراقبون. محمود واسق، كابول، الميادين. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع في طاجكستان أنها أجرت تدريبات عسكرية على مستوى البلاد على الحدود مع أفغانستان تحسبا لأي هجمات تشنها طالبان، وقالت أن نحو 230 ألف جندي شاركوا في هذه التدريبات للتحقق من الاستعداد القتالي، وعبر أكثر من 1000 جندي من أفغانستان إلى البلاد أخيرا بعد اشتباكات مكثفة مع طالبان. أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية أن طائرة عسكرية أمريكية انتهكت أجواء البلاد في منطقة على الحدود مع كولومبيا. كاراكس وصفت الحادثة بأنه استفزاز سافر، وأضافت أن القوات الأمريكية تنفذ طلعات استطلاع في أجواء فنزويلا، وأكدت أنها لا تستبعد أعمالا عدائية محتملة تنتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها. فرضت الصين عقوبات على 7 كيانات وأفراد أمريكيين بينهم وزير التجارة السابق ويلبر روس ردا على تحذير أمريكي بشأن الحريات في هونغ كونغ. الخارجية الصينية رأت أن الخطوة الأمريكية ترمي لتشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبرر لها، كما رأت أنها تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت أن واشنطن لن تتأثر بهذه العقوبات، وأضافت أن هذه الإجراءات لن توقف الولايات المتحدة عن ممارسة سياسة العقوبات. لقد علمنا أن جمهورية الصين الشعبية فرضت عقوبات على بعض الأفراد والشركات بما في ذلك موظف سابق في الإدارة السابقة. هذه الإجراءات لن توقفنا، ونحن مصممون على ممارسة سياسة العقوبات لدينا بشكل عام. الأمريكيون من كلا الحزبين يعارضون إجراءات بكين ومحاولاتها تهديد المنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا، هي تظهر فقط عزلتها في العالم. من جهة أخرى تستمر في الصين عمليات مسح الأضرار الناجمة عن الفيضانات الضخمة التي اجتاحت وسط البلاد بعد أمطار غزيرة أودت بحياة العشرات. وقد أظهرت محمد المشهد حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وشهدت خانان متساقطات قياسية حولت الشوارع إلى سيول، وتضررت عاصمتها على نحو خاص، حيث استخدم رجال الإطفاء والإنقاذ مضخات ضخمة لسحب كميات المياه الهائلة المتراكمة في الشوارع. إلى أريزونا حيث اجتاحت الفيضانات الطرق في الولاية الأمريكية ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. هذه الفيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة وسط توقعات من مصلحة الأرصاد الجوية بأن تستمر في الساعات المقبلة. ومن الفيضانات في أريزونا الأمريكية إلى الحرائق في ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة أيضا، فقد تسببت هذه الحرائق
الحريق الذي سمي تماراك إلى القضاء على آلاف الهكتارات في المنطقة وتلوث الهواء في المنطقة نتيجة الدخان الكثيفة، وقد جرى إخلاء سكان من المنطقة في الوقت نفسه. رفضت المفوضية الأوروبية طلبا بريطانيا لإعادة التفاوض بشأن صفقة جديدة حول إيرلندا الشمالية من أجل إصلاح قواعد التجارة. يأتي ذلك فيما حذر زعيم الحزب الوحدوي الإيرلندي، حذر من تبعات بريكزيت على السلام في بلاده. تقرير موسى سرور. لندن تريد تمزيق اتفاقية البريكزيت لإصلاح ما تقول إنها أخطاء ارتكبت خلال مفاوضاتها السابقة بشأن إيرلندا الشمالية. هي أشبه بمقامرة تهدف حكومة جونسون من خلالها إلى إجراء تغييرات جوهرية على الاتفاقية، من شأنها وقف تطبيق الأحكام الجمركية الأوروبية في إيرلندا الشمالية، وذلك من أجل خطب ود الوحدويين في بلفاست. الأوضاع في إيرلندا الشمالية صعبة وجدية للغاية، فضلا عن أن البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية يعمل بطريقة تقوض عملية السلام. المفوضية الأوروبية رفضت مسألة إعادة التفاوض في صفقة جديدة، كما رفضت الخوض في مفاوضات حول صلاحية المحكمة الأوروبية لحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، لكن بروكسل أبدت مرونة في مناقشة بعض الترتيبات بشأن مرور البضائع البريطانية إلى إيرلندا الشمالية. دبلن المعني الأول بالاتفاقية رفضت رفضا قاطعا النقاش في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية البريكزيت. نأمل عدم إعادة التفاوض بشأن إيرلندا الشمالية، ومن خلال ما يتضمنه البروتوكول الخاص بإيرلندا هناك طرق لتفادي المشاكل العالقة. زعيم الحزب الوحدوي الإيرلندي جيفري دونالدسون حذر من تبعات البريكزيت على السلام في بلاده، مهددا أيضا بوقف تطبيق الأحكام الجمركية الأوروبية من جانب واحد. الوحدويون يبدو أنهم فقدوا الثقة بحكومة لندن بعد خذلان جونسون لهم في مفاوضات البريكزيت، وطالبوا بحجز مقعد لحكومة بلفاست على مائدة المفاوضات المستقبلية بين بروكسل ولندن. يبدو أن تشدد بريطانيا في المواجهة مع بروكسل هدفه رأب الصدع مع حلفائها الإيرلنديين، تشدد قد يضر بسمعتها في التنصل من الاتفاقيات الدولية فضلا عن المخاطرة بالسلام في إيرلندا الشمالية. موسى سرور، لندن، الميادين. أما ختام الظهيرة لليوم فمن فلسطين مجددا، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالت أنها لأمطار سقطت اليوم في شمال فلسطين المحتلة. هذا وقد هطلت ما سميت بأمطار الصيف في حيفا والجليل الغربي. والختام أيضا من فلسطين وعزيمة شبانها التي لا تلين. التفاصيل معك رنا. نعم محمد، هذا ما يتجلى يوميا برغم اعتداءات الاحتلال، كما نتابع مع الشاب الفلسطيني وديع أبو بكر وهو من جنين الذي قال مبتسما أثناء اعتقاله في القدس: هذا ضريبة أن نصلي في الأقصى. فلنستمع إليه. هذا ضريبة أن نصلي بالأقصى. وديع أبو بكر من يعبك. هذا ضريبة أن نصلي بالأقصى. هذا ضريبتنا. هاي ضريبتنا. الظهيرة انتهت. وهذا تذكير بعناوينها. نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فصائل عراقية ترفض تصريحات وزير الخارجية العراقي في واشنطن وتتمسك بخروج كامل للقوات الأمريكية من البلاد. الفلسطينيون يشيعون شهيدهم التميمي في الضفة ويدعون إلى مسيرات حاشدة في الأغوار اليوم رفضا لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
قائد حرس الثورة يكشف عن مشاريع لتزويد خوزستان بالمياه، والحكومة تؤكد بذلها قصارى جهدها لحل الأزمة. بهدف التصدي لهجمات طالبان، الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليلا في 31 ولاية وتنشر المئات من جنودها على الحدود مع باكستان. وزير الطاقة اللبناني يوقع مع الحكومة العراقية العقد النهائي لاستيراد 1,000,000 طن من النفط. احنا قضية فلسطينية قضية مقدسة. برغم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للجيدو بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي، اللاعب الجزائري فتحي نورين يؤكد قراري لا رجعة عنه. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية. الظهيرة انتهت، إلى اللقاء. إلى اللقاء.